فانا مش عارف مين يعني، فكنت عايز ارد على الناس كلها مره واحده يعني. ففي ناس كتير بتسال يعني عندنا تريننج داتا سيت وفاليديشن داتا سيت وتستنج داتا سيت، الناس كلها كانت بتسال الفاليديشن دي نعمل بيها ايه يعني. فهو انت مش شرط انك تستعمل الفاليديشن، او يعني مش شرط انك تستعمل السبليت ده في كل الالجوريزمز. في الالجوريزمز بتبقى مطلوب منك انك تعمل حاجه زي كده، لان الهايبر بارامترز بتجيت تيوند في الفاليديشن وبعدين التستنج ده تيست لوحده. وفي حاجات ممكن تعملها مثلا كروس فاليديشن خلاص، يعني يبقى تستنج يعني يبقى في تيست سيت وتريننج سيت وبتعمل كروس كيفولد كروس فاليديشن وخلاص، مش محتاج فاليديشن في النص يعني. في ناس ثانيه ممكن تفكر مثلا ان هي تشيل التيست سيت تحطها على جنب خالص، دي مش هلمسها، ويبقى له تريننج وفاليديشن. التريننج والفاليديشن مع بعض يعمل عليهم كوي فولد كروس فاليديشن، ده برده صح يعني. هنا المعيار ده ديزاين، ده مش حاجه ثابته لازم تعملها، فاهمين قصدي؟ تمام. بس ده كان بكده السؤال. غالبا انا اللي هصحح يعني المشروع، ف يعني مش هبقى بدقق قوي ان هل انت استعملت تيستنج. انا يهمني ازاي انت بتقارن البرفورمانس. يعني مثلا المشكله تكمن في ايه؟ مثلا ان انت تيجي تقول انا مش هستعمل فاليديشن سيت خالص، طيب وتيجي في الجوريزم تاني تستعمل فاليديشن سيت وتقارنهم ببعض، تقارن مثلا البرفورمانس على التيستنج بالبرفورمانس على الفاليديشن، ده مش صح، لان الفاليديشن انا بستعملها عشان اتيون الهايبر بارامترز. فانا المفروض ان انا في الاخر التريننج يعني مع اخر اللوب بتاعتي ابقى في الفاليديشن بحقق كويس، التيست الحقيقي هو اللي انا ما شفتوش خالص. تمام. فلو هتعمل فاليديشن سيت وتيجي تقارن البرفورمانس بتاع تو مودلز، لازم تقارنهم على 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 تيستنج سيت وما شافهاش خالص، فاهمين قصدي؟ بس كده. ف يعني طيب النهارده هنعمل ايه بقى؟ النهارده هنشتغل على الاس في ام. طيب ريكاب سريع كده، ايه هو الاس في ام؟ حد يتطوع كده يفكرنا؟ اتفضل. موديل عشان اسمك ايه يا باشمهندس؟ عمرو. ماشي. موديل بعمله عشان انا اعمل كلاسيفيكيشن، بس في نفس الوقت احافظ على مارجن، يبقى في مارجن معين بحيث ان يبقى يعني الداتا مثلا اخر داتا في سيت معينه ما تبقاش قريبه قوي من اخر. بالظبط. هو نفس فكره اللوجيستيك ريجريشن. انا برضه عايز اعمل كلاسيفيكيشن، بس الفرق الوحيد ان اللوجيستيك ريجريشن كان مثلا لو نعتبر ان عندنا شويه بوينتس كده، هنا مثلا في شويه بوينتس تانيين، وانا ابتديت لو انا هعمل لوجيستيك ريجريشن ده هبتدي مثلا بويت بارامترز اعملها انشلايز باي شكل. فنعتبر مثلا ان كان عندنا شكل مثلا 2 دي كده، وانا كنت عامل الخط بالمنظر ده. تمام. يعني ده الانيشال ايه ويت وبايس بتاعي مثلا. الخط ده هيفضل بالجريدينت ديسند يمشي شويه كده شويه كده لحد اول ما يعدي هنا كده بالظبط، هيوقف لانه بيعمل كلاسيفيكيشن صح. تمام. وعلى حسب طبعا الالفا اللي هي في الجريدينت ديسنت بارامتر اسمه الفا ليرنينج ريت، اللي هو هيخليه لي الستيب بتاعت الجريدينت قد ايه. لو الستيب دي كبيره ممكن مثلا تلاقي الخط بقى هنا مثلا، لو الستيب صغيره هتلاقيه اول ما عدى البوينتس بالظبط راح واقف. تمام. فعلى حسب يعني الليرنينج بارامتر، بس في الاول في الاخر هو مش هيبقى في دماغه خالص المارجن. هو اول ما هيبقى كل حاجه بتجيت كلاسيفايد صح، الجريدينت هيبقى بصفر يعني، مفيش لوس، فمفيش اوبتمايزيشن، خلاص هيقف. المشكله في كده ايه؟ المشكله ان انا لو عندي نقطه جت سامبل جديده، السامبل دي بقت هنا مثلا، خلاص انا كده غلطت، مع ان انا كنت قريب قوي ان انا ابقى صح، او يعني اكيد باين ان السامبل دي تبع الكلاس ده. تمام. الاس في ام بقى بيحاول ان هو يماكسمايز المارجن، يعني يبقى الخط بتاعي في النص بالظبط ما بين التو كلاس. تمام. طيب وبعدين بيستعمل في حاجه زي كده ايه؟ بيستعمل في حاجه زي فيكتورز كده، وبيسميها السبورت فيكتورز. تمام. فانا هنا مثلا لو عندي شويه البوينتس دول، انا ما يهمنيش في البوينتس كلها غير اقرب بوينت للكلاس الثاني، اللي هي مثلا لو البوينت دي. فلو عندي التو بوينتس دول، انا كده الداتا بتاعتي كلها ملهاش اي لازمه غير التو بوينتس دول، اللي هو بيسميهم سبورت فيكتورز. تمام. فانا باستعمال التو بوينتس دول هجيب الكلاسيفيكيشن باوندري يعني. طيب ده كانت فكره الاس في ام باختصار يعني، او ليه عايزين نستعمله. طيب برضو قبل ما نبتدي التوتوريال كان في حد سالني ليه ما بنستعملش السوفت ماكس في الكيس بتاعه الباينري كلاسيفيكيشن. تمام. هو سؤال بره شويه عن الموضوع بتاعنا يعني، بس برضو عشان الاسئله كلها تتجاوب. فحد سالني ليه ما بنستعملش السوفت ماكس؟ لا بنعمل باينري كلاسيفيكيشن، بنستعمل السيجمويد. حد عنده انتويشن كده ليه؟ او هل اصلا السؤال ده صح اصلا؟ انت
طب ايه الفرق ما بين السوفت ماكس والسيجمويد؟ حد فاكر؟ السوفت ماكس دلوقتي عندنا كذا الايكويشن، انا عايز الايكويشن ايشيو واحد على كذا الباقي يعني الايكويشن كانت سوفت ماكس كانت اي باور زد اي على سبميشن اي باور زد جي، جي ده من 1 لحد النمبر اوف كلاس، صح كده؟ صح؟ طيب والسيجمويد كانت ايه؟ او خلينا نكتبها كده بسرعه، كان 1 اوفر 1 بلس اي باور ماينس زد، صح؟ صح كده؟ وان الزد بتاعتي كانت بقى هي بتبقى ال دبليو ترانسبوز اكس يعني. حد فاكر؟ طيب ليه بقى ليه بنستعمل دي في الباينري وبنستعمل دي في المالتي كلاس كلاسيفيكيشن؟ تقريبا انت اللي سالت السؤال ده. انت كنت بتسالني بتقول لي ليه بنستعمل السوفت ماكس ليه بنستعمل السوفت ليه ما بنستعملش السوفت ماكس في الباينري كلاسيفيكيشن؟ تمام؟ ف هو بالظبط هو انت يعني صح تمام؟ هو الفكره ان السوفت ماكس جنراليزيشن للسيجمويد تمام؟ ف اكشلي لو انا جيت اطبق الباينري يعني لو حطيت هنا تو كلاسز بس الايكويشن دي هتتقلب تبقى الايكويشن دي لما اختار كلاس 1. انا في السيجمويد كنت هنا بختار البروبابيلتي بتاعتي كانت بتبقى بروبابيلتي ان انا في اني كلاس؟ كلاس اللي هو الواي ب 1 ولا الواي ب 0؟ واي ب 1 صح؟ طيب لو انا جيت هنا اعوض في الايكويشن دي ان انا عايز يبقى عندي تو كلاسز بس والواي ب 1 فيبقى عندي ايه؟ اي باور زد اللي هي فيها الدبليو ترانسبوز اكس اللي هي المفروض قريبه من 1 معايا؟ طيب على اي باور زد بتاعت الكلاس الاولاني تمام ده الكلاس الاولاني اللي هي دبليو ترانسبوز اكس اللي هي قريبه من 1 بلس اي باور زد بتاعت الكلاس الثاني تمام؟ الزد بتاعت الكلاس الثاني كانت بتساوي دبليو ترانسبوز اكس والمفروض ان القيمه دي تبقى كام في الكلاس الثاني؟ بالظبط قريبه جدا من الصفر فالمفروض القيمه دي كلها هتيفاليويت لكام؟ ل 1 بالظبط فيبقى هنا عندي اي باور زد 1 على اي باور زد 1 بلس 1 لو قسمت على اي باور زد 1 في الطرفين هيبقى عندي 1 بلس 1 بلس اي باور ماينس زد اللي هي نفس الايه؟ هي نفس الايكويشن تمام فده اجابه السؤال كان في حد تاني في المحاضره بقى كان سال الدكتور ما اعرفش مين كان متفرج على المحاضره بس كان في حد سال في خلينا نكتب الايكويشن طيب الاول عشان تبقوا معانا يعني طيب احنا في الاس في ام نرجع للاس في ام بقى عملنا لوس فانكشن واللوس فانكشن دي كانت شبه قوي او يعني اللوس فانكشن كانت كلها لوجيك تمام اللي هي ان احنا عايزين ايه بعد ما حسبنا المارجن واتضح لنا ان المارجن بتاعنا كان 2 على النورم سكوير كنا عايزين نعمل ماكسمايز للمارجن ده فعملنا مينيمايز للايه للريسيبروكال بتاعه فبقى عندنا اللوس فانكشن بتاعتنا كانت بتساوي W ترانسبوز W 1 اوفر 2 كنا عايزين نعمل مينيمايز للشكل ده وبعدين قلنا سبجكت لحاجه مهمه قوي ايه هي؟ بالظبط ان احنا عندنا ان الواي في ال W ترانسبوز X بلس B لازم دايما تبقى اكبر منها بتساوي 1 صح كده؟ وده كان ليه؟ عشان ده اللي بيحدد لي السبورت فيكتورز صح؟ تمام وبعدين خدنا الشكل ده كده بقى ورحنا حاطينه في اللوس فانكشن وعملنا له بارامتر اسمه الفا صح؟ يبقى عندنا الشكل ده طبعا ودينا ال1 دي هنا ووديناها يعني وديناها وضربنا في سالب عشان الشكل ده يبقى اصغر من صفر هقول لكم ليه اصغر من صفر دلوقتي بس مش مشكله دبليو ترانسبوز اكس بلس بي فبقى عندنا الشكل ده وقلنا ان ده سميناه اللاجرانجيان مالتيبلاير صح؟ طيب كان في بقى سؤال حد سال لما احنا هنا جينا نفاضل بالنسبه كان في بروف كان المفروض بنفاضل بالنسبه ل دبليو بنفاضل بالنسبه لالفا وبعدين بنرجع نعوض بقيمه دبليو اللي جبناها بالنسبه لالفا دي صح؟ كان في حد بقى سال ليه لما بنضربهم في بعض كان خلينا خلينا الاول طيب خلينا نطلع بالنتيجه اللي وصلنا لها لما فاضلنا عشان برضه تبقى معاكم يعني ان سبميشن الفا اي في واي اي كان بيساوي صفر حد فاكر النتيجه دي؟ ماشي لما نفاضل هنا بالنسبه لما نفاضل المعادله دي بالنسبه لبي هيبقى لنا ايه؟ هيبقى الفا في واي اي صح؟ بيساوي صفر بس فهو ده تمام ف
فده كان ده كان لما فضلنا بالنسبه لبي. لما فضلنا بالنسبه لدبليو طلع لنا في الاخر ان دبليو بتساوي سبمشن الفا اي واي اي اكس اي. طيب حد فاكر الكلام ده؟ طيب كان في حد بقى سال لما بنعوض بالشكل ده جوه عند الدبليو هنا ليه بيطلع لنا بيطلع لنا بيطلع لنا المنظر ده بس احنا ما بنلغيهوش ما بنحطوش بصفر. غير انه تريفيال سوليوشن ان هنا دي بتبقى اكس اي. فانت لما بتضرب لما بتضرب لما 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 الترم ده بيظهر لك ما بيظهرلكش الشكل ده بيظهر لك الشكل ده في اكس اي. فكان في السلايد بس كان في سبمشن غلط لان السبمشن ده السبمشن ده لا يساوي سبمشن الفا اي في واي اي في سبمشن اكس اي. الاثنين دول مش بيساووا بعض. ده كان موجود في المحطه تمام. بس ليه عايز تماكسمايز؟ انت عايز تمينيمايز بالنسبه يعني عايز تمينيمايز بالنسبه لدبليو وعايز تماكسمايز بالنسبه لالفا تمام. السؤال هنا ليه ماكسمايز تمام. طبعا احنا مش هنخش في تفاصيل ليه ماكسمايز عشان الرياضه بتاعتها متعمقه شويه بس ممكن ناخد انتويشن ليه بنماكسمايز او لما بنماكسمايز ايه اللي بيحصل. هو دي بس معلش دي تعتبر بس. طيب الشكل ده كله على بعضه بيسموه لاجرانجيان مالتي بلاير اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن كونسترينت اوبتمايزيشن بروبلم. زي ما قلت لكم المره اللي فاتت في نوعين من الاوبتمايزيشن انكونسترينت اوبتمايزيشن. اوبتمايزيشن انا عندي فانكشن وعايز اجيب اقل قيمه واعلى قيمه. في حاجه اسمها كونسترينت اوبتمايزيشن عندي فانكشن وعايز اجيب اقل قيمه بس اندر سيرتن كونسترينتس فبوصل للوكال مينيما مش جلوبال مينيما تمام. طيب الكونسترينت اوبتمايزيشن ده بقى او لاجرانجيان مالتي بلاير اكشلي يعني الـ 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 الجزء اللي حطيناه ده مش الاوريجينال لاجرانجيان مالتي بلاير لان في نوعين من الكونسترينتس. في حاجه اسمها ايكواليتي كونسترين وفي حاجه اسمها انيكواليتي كونسترين. ايكواليتي كونسترين لو قلت ده بيساوي 1 انيكواليتي لما بقول بالشكل ده اكبر منها او يساوي 1. الحل بقى المشكله دي كانوا ثلاث علماء اسمهم كاروش وكان وتكر. فالطريقه دي اسمها كاروش كان تكر او جنراليزد لاجرانجي ممكن تقروا عنها يعني. المهم ان ليه احنا عايزين نماكسمايز الفا او ايه اللي هيحصل لما نماكسمايز الفا ده السؤال. دلوقتي انا بقول ان انا عايز احقق ال 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 ده الكونسترين بتاعي صح. طيب نبص بقى هنا ده نفس الكونسترين بالظبط. لو دلوقتي الكونسترين ده متحقق فلو انا بحاول اماكسمايز الفا صح. لو الكونسترين متحقق فالقيمه اللي جوه دي بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف صح. فاللي جوه ده قيمته بوزيتيف ولا نيجاتيف؟ بوزيتيف. والالفا بتاخد اي قيمه من زيرو لانفينيتي ساعتها ايه احسن قيمه تاخدها الالفا؟ انفينيتي. المساله هتضرب تمام. فانا هنا بميك شور ان الـ ان الـ ان اللوس فانكشن دي تبقى بس ليها معنى امتى؟ لما الكونسترين بقى متحقق. ومش بس كده لما يبقى الكونسترين متحقق الالفا كانت قيمتها بتطلع بزيرو. لو خدتوا بالكم في السلايدز الدكتور لما كان رسم الحل كان دايما الالفا في كل حته في الـ في الـ في الـ في, الـ في الـ بصفر ما عدا على السبورت فيكتور. ليه بقى؟ لان على السبورت فيكتور القيمه اللي جوه دي بتبقى بكام بالظبط؟ تبقى بصفر. عند لما 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 على السبورت فيكتور بالظبط القيمه دي بصفر تمام. فلما القيمه دي تبقى بصفر والالفا ممكن تاخد اي قيمه صح. بتاخد قيمه عامله ازاي بقى او بتاخد قيمه بناء على ايه؟ لان دلوقتي خلاص الجزء ده ما بقاش بيأثر في الفا. بقى مين اللي بيأثر في الفا؟ الدبليو اللي احنا حسبناها وطلعت بتأثر بالفا. فساعتها الفا بتاخد قيم بحيث ان هي تمينيمايز الدبليو. معايا؟ طيب من اول فين بالظبط؟ طلعت بعد الالفا والمفروض تتضرب في البوست ده يا اما مالك يا اما. طيب ماشي هو ده انتويشن يعني هو مش مهم قوي بس او مهم ان انتوا يعني تفهموا ليه بس الايكويشن شغاله كده بس ماشي. الفكره كلها انا دلوقتي الفا بتضرب في الجزء ده. الجزء ده الجزء ده هو الكونسترين بتاعي. الكونسترين يا متحقق يا مش متحقق. ماشي طيب الكونسترين بقى لو بتحقق بالظبط يعني انا واقف على السبورت فيكتور تمام. القيمه دي هتبقى بكام؟ بصفر تمام. القيمه بصفر مضروبه في الفا وانا بحاول اماكسمايز اللاجرانجيان بالنسبه لالفا. فوات ايفر الالفا القيمه اللي هتاخدها بالنسبه للجزء ده مش تفرق لانها هتضرب في صفر. بس الالفا كمان بتاثر في مين؟ في الدبليو. لان احنا هنا اثبتنا ان الدبليو بتساوي الفا في واي في اكس اي. فالفا هنا هتاخد قيمه بحيث ان هي تعمل ايه بقى؟ تمينيمايز الدبليو عشان انا عايز امينيمايز الباقي ده. بس تمام؟ فعشان كده الالفا بيبقى ليها قيمه بس فين؟ على السبورت فيكتورز. والقيم دي لازم تشيل بعض. لا انت لو انت عايز تكتب انت عايز اللاجرانجيان ده
تماكسمايزه بالنسبه لالفا وتمينيمايزه بالنسبه لدبليو. تمام؟ خلي بالك انت مش بتماكسمايز الفا كقيمه او بتمينيمايز دبليو كقيمه. انت يهمك كله اللاجرانجيان او الـ او الـ او الايكويشن كلها. لما اقول لك هات لي المينيمم بتاع الفانكشن دي فوات ايفر بقى الدبليو قيمتها كام، بس الدبليو دي لما اعوضها بالفانكشن تديني اقل قيمه للفانكشن. انا عايز اقل قيمه للال، عايز بالظبط اقل قيمه للال بالنسبه للدبليو واعلى قيمه للال بالنسبه لمين؟ لالفا. بس تمام. فليه بنجيب اعلى قيمه بالنسبه لالفا؟ عشان اللي احنا قلناه لسه حالا ده، ان في حاله ان الكونستريم متحقق الفا لازم تبقى بصفر، دي اعلى قيمه ممكن تحققها. وفي حاله ان الكونستريم مش متحقق الفا هتبقى بانفينيتي لو احنا نقطه جوه. تمام؟ لو احنا على الباوندري بالظبط الفا هتبقى بكام؟ هتبقى هنا ما بتاثرش، الترم ده كله تريفيال لان يعني القيمه اللي جوه بصفر، بس الفا بتاثر في دبليو فبتحاول تاخد قيمه، يعني ما بتبقاش بصفر بس بتاخد قيمه تقلل الدبليو وتبقى مساويه في الناحيتين طبعا. بس طيب فده كده ايه كان يعني انتويشن سريع يعني على الموضوع. بس طيب بعد كده ممكن نخش بقى في الايه، في ده كان الهارد مارجن. الايكويشن دي كانت في الهارد مارجن ولا السوفت مارجن؟ هارد مارجن بالظبط. وفي السوفت مارجن كنا بنعمل ايه بقى؟ بالظبط كان عندنا زي بلس كده ستيرم، كان في سي وكان في زي زيتا كده صح؟ الزيتا دي كانت بتعبر عن ايه؟ بالظبط الايرور، اللي هو انا كنت هنا بفوربيد ان اي نقطه تبقى موجوده ما بين التو سبورت فيكتورز. هنا ممكن اسمح بان نقطه تكون موجوده جوه ما بين السبورت فيكتورز، يعني ممكن اسمح ان الكونسترين ده يبقى فيوليتد تمام. بس لما الويت سي ده كان بيعبر عن ايه بقى؟ ايوه مش مشكله يعني، هنا دي هتبقى السي بس مش مشكله. دلوقتي سي مضروبه في الايرور، الايرور السي بقى دي بتعبر عن ايه؟ ده بقى متريجر من حجم المارجن والايرور. بالظبط ماشي. بشوف قد ايه انا ممكن اسمح ان في نقط تخش بس اكبر المارجن، يعني نقط ايرورز تخش بس اكبر المارجن. وده باين هنا طبعا، لان انا كل ما احط السي دي، لان انا هنا بحاول مينيمايز، فكل ما احط السي دي بقيمه كبيره معناه ان انا بدي المكان بدي الترم ده ويت كبير، فلازم الايرور ده يبقى قليل جدا عشان ال ال تبقى قليله او اللوس فانكشن تبقى قليله. معايا؟ تمام. هو 1 ماينس دبليو يعني مش زي الزيتا برضه بالظبط. هو الجزء ده اصلا هو الايرور، يعني انت السي مفيش فرق. هو الالفا اصلا بتاخد قيمه من زيرو سي، يعني مفيش حاجه. معلش. طيب طيب خلينا نبتدي بقى في التوتوريال. اول سؤال شايفين كده كويس؟ بيقول consider the four input points of an XOR function, find a way to separate out the true cases from the false ones by using a linear separator. طيب ف السؤال ده كان اوريدي اتجاوب في المحاضره يعني. خلي بالكم ان احنا برضو مش هنعرف نوصل اناليتيكلي، مش هنعرف نوصل لل للبلين يعني نفسه، مش هنعرف نحلها، بس هنفورميليت البروبلم يعني. فالفكره بتاعتنا ان احنا عندنا دلوقتي دي المفروض ان هي الاكس اور عند 0 0 هتبقى ب 1، لو خدنا كلاس ده 1 يعني، ف 1 1 وبعدين 0 0. فاحنا عايزين بقى نسيبريت الشكل ده. طبعا احنا مش هنعرف نسيبريته في ال 2 دي، فعندنا حل من اثنين. اول حاجه ان احنا زي الدكتور في المحاضره قال مثلا لو احنا عندنا اكس 1 اكس 2 وبعدين الاوتبوت Thank you.
عباره عن اكس 1 في اكس 2 هتطلع لي بالشكل ده، واحط بقى الثري فيتشرز دول يبقى عندي 3 دي سبيس. فيبقى عندي النقطه مثلا 0 0 0 دي كلاس 1، خلينا نعملها كده او لا خلينا نعملها كلاس ثاني عشان ما نتلخبطش. وبعدين 0 1 0 هو ده الاوتبوت. لان دي فيتشر. الاكس اور بتاعت 0 0 مش 3 مالها الثلاثة دي؟ لا مش اكس اور للثلاثة بوينتس، الفيتشر دي عبارة عن اكس 1 في اكس 2 بس، لكن هي لا تغير في الاوتبوت. تمام صح انا اسف. بس لا ثانيه هيبقوا شبه بعض بتديها 1، لما بعكس بعض بتدينا 0. او في ان جنرال يعني الاود نمبر في لو عكس بعض يدينا 1، اللي احنا هنسميه سالب 1 اصلا، احنا هنغير ده كله هنسميه سالب 1 عشان ما ينفعش عندنا كلاس يبقى فيه 1 و0 اصلا، فاحنا هنمسك كلاس منهم نخليه سالب 1، فمش فارقه يعني مش فارقه. تمام. المهم ان هيبقى عندنا الشكل يعني عباره عن اربع نقط في الارض ونقطه فوق كده في السماء اللي هي 1 1 1 اللي هي هنا مثلا. بس فمن هنا باين ان احنا ممكن نفصل الشكل ده بالبلين صح؟ ممكن نعمل بلين هنا كده. رسمنا ايه اللي رسمناه؟ طيب احنا دلوقتي كان عندنا نقط بالشكل ده في ال 2 دي. تمام. طيب ما ينفعش نعمل لهم سيبريشن، ما فيش حاجه تعمل لهم لينير سيبريشن، فعايزين ننقلهم ال 3 دي عشان يبقى في بلين ننفع نقطع بيه. فعملنا فيتشر جديده، الموضوع ده بيسموه فيتشر انجينيرنج، ان انا عندي شويه فيتشرز واعمل فيتشر جديده تحسن لي ايه او تخليه لي تحالي السوليوشن بتاعي بالظبط ل اكس 3. تمام. بس اكس 3 دي عباره عن اكس 1 في اكس 2. ليه بعملها؟ ليه اشمعنى اكس 1 اكس 2؟ ما دي الفكره بقى ان هي المفروض ان ده ديزاين، يعني انت بتدور على حل، عشان كده الاس في ام دي فضلت شغاله لفتره معينه وبعدين ماتت. يعني ممكن اعملها اكس 1 بلس اكس 2؟ لا ما ينفعش تعملها، اولا ما ينفعش تعملها لينير، انك لو عملتها لينير الفكره كلها بترجع برده لفكره اللينير الجبر. انت دلوقتي عندك الاكس 1 والاكس 2 دول ما تعتبرهمش فيتشر، تعتبرهم دايمنشن اكسس. يعني لو انت عملت اكسس جديد سميته اكس 1 بلس اكس 2، هل انت كده فعلا عملت دايمنشن جديد في السبيس؟ لا. تمام. لانه بقى لينير كومبينيشن من السبيس، يعني كانه فيكتور جديد عباره عن سبميشن لتو فيكتورز، فبقى معتمد عليهم. اللي احنا بنعمله ده ان انا بعمل فيكتور جديد بيعمل دايمنشن جديد، يعني كاني بمسك السبيس بتاعي ال 2 دي بنقله لبيزس سبيس او يعني سبيس ثاني 3 دي. تمام. فالفيكتور الجديد اللي لازم اعمله ده لازم يبقى نون لينير، بس النون لينير فانكشن بقى تعمل مثلا اكس 1 في اكس 2، اكس 1 باور اكس 2، اكس 1 على اكس 2، مش فارقه. تمام. او هنا هتفرق طبعا، يعني ممكن هنا ما اديكش سوليوشن، بس يعني قصدي ان فكره بقى الديزاين بتاع ان انت تختار الفانكشن ده كان شغل المهندسين لما كانت الاس في ام دي شغاله وبعدين ماتت. نعم. ايه؟ لا انت غالبا يعني مش هيجي لك حاجه يعمل حاجه سيبريت، لان بقول لك احنا مش هنوصل اصلا للحل الجبريك. انت لو جالك الموضوع هيبقى اسهل من كده. يعني حاجه ثانيه مثلا زي ما قلت 2 اكس 1 على اكس 2 ثانيه، تبقى رسمه الاثنين حاجه ثانيه اصلا. ايوه بالظبط. اكس 1 على اكس 2 هنا ما تنفعش اصلا عشان 0 على 0، يعني مش مشكله يعني. تمام. المهم ان هنا ينفع هنا تسيبريتهم صح؟ هنا ينتهي الحل، يعني ده ينتهي هنا كده ينتهي الايه الحل بتاعنا، لان احنا بعد كده هنطبق المفروض اس في ام، هنطبق الاس في ام بنفس اللوس فانكشن وندخله على الكمبيوتر وهو يحل، يعني يعمل جريدينت ديسنت ويفضل شغال. بالظبط اللي احنا عملناه الاكس 3 ده بيسموه كيرنل بقى. تمام. بس الحل الثاني او لا، هنا ما عملناش كيرنل، هنا عملنا فيتشر جديد. الكيرنل بقى ان انت تستعمل، لو انتوا فاكرين الفانكشن اللي طلعنا منها من لما طبقنا في البرايمال بروبلم، طبقنا الدريفاتيفز اللي احنا عملناها
اللي كنا هنا طبقناهم على الدبليو والبي وطلعنا بايه؟ طلعنا حاجه اسمها الدول بروبلم اللي هي كان شكلها عشان انا مش حافظ الايكويشن الصراحه. فهنا كانت الفكره كلها في اكس في اكس اي ترانسبوز في اكس جي. اكس اي ترانسبوز اكس جي ده بيقول لك اعمل ايه في الفيتشر سبيس بتاعك حتى الدوت برودكت بتاعه صح. قالوا احنا بقى ممكن ناخد الفيتشرز دي نطبق عليها اي فانكشن تعجبنا اي ترانسفورميشن احنا عايزينه نعمله ونضرب الترانسبوز بتاع الترانسفورميشن ده او نتيجه الفانكشن دي في الايه في الفانكشن نفسها بس. يعني ناخد الاكس اي دي نخليها فاي وفي اكس اي فاي ترانسبوز مضروبه في فاي في اكس جي تمام. يعني اللي انت هتطبقه الفانكشن بدل ما تطبقه يعني تطبقها مرتين ما ينفعش تطبق فانكشن هنا وفانكشن هنا ثانيه يعني بحيث انك حافظت ان ده الفيتشر سبيس برضه تمام. بس الفانكشن اللي انت طبقتها مش مشكله طبق اي فانكشن. فهنا مثلا كان بيقول لو احنا طبقنا فانكشن تخلي تخلي السوليوشن يعني الدوت برودكت ده يطلع او يعني الترانسفورميشن نفسه الترانسفورميشن على الاكس ده يطلع لنا 1 واكس روت 2 اكس روت 2 اكس 2 و اكس 1 اكس 2 واكس 1 سكوير واكس 2 سكوير. برضو في حاجه زي كده شفتوها في المحاضره صح؟ شفتوا السلايد دي في المحاضره الدكتور قال لكم في ترانسفورميشن ممكن يعمل كده مثلا ده بيسموه ايه؟ لينير ترانسفورميشن. كان في ثلاث اسامي كده موجودين تحت في السلايد لو حد فتح السلايد فكان مكتوب ان الشكل ده لما بضربه في نفسه ترانسبوزد بيطلع لي زي 1 بلس اكس 1 بلس اكس 2 الكل سكوير هكذا. حد فاكر حاجه زي كده؟ لو ما حدش فاكر مش مشكله يعني لان هي موجوده في السلايدز بس الهدف يعني ان احنا لو عملنا الكيرنل ده هنقدر برضه نحل المساله. طيب نحل يعني هنحط الترانسبوز اللي انا عملته ده تضربه في بعضه تحطه في الايكويشن دي وتدخلها على الكمبيوتر وتقول له ماكسمايز بالنسبه لالفا. بس الايكويشن دي بتاعت دي الدول فورم اللي هي بتاعت اللاجرانجيان في الدول فورم وهنا انا بحاول ماكسمايز اللاجرانجيان بالنسبه لالفا تمام. بس هو انا قلنا ماكسمايز عشان ما كانش في غير الفا بالظبط. طيب حد عنده سؤال؟ ماشي. تاني حاجة السؤال بيقول show that irrespective of the dimensionality of the data space a data set containing just two data points one from each class is sufficient to determine the location of the maximum margin hyperplane. الفكرة ان هو عايز يثبت حاجه اوريدي احنا يعني كانت واضحه لنا في لما عملنا فيجواليزيشن للمساله الا وهي ان الداتا كلها بالنسبه لي بالنسبه للاس في ام هو بالنسبه له الداتا كلها عباره عن تو سبورت فيكتورز اي حاجه ثانيه في الداتا مش مهمه الالفاز بتاعتها بزيرو ملهاش قيمه حتى ما تتحركش المارجن. نعم ده صح عادي مشكله يعني ده فلسفه ال في سنس مثلا بقيه الداتا مثلا يعني ايه العطل؟ بالظبط سبورت فيكتورز ملهاش يعني هي ما بتاثرش بالنسبه له في الاوبتمايزيشن. هل ده يبقى هل ده فلسفيا صح ولا لا؟ يعني هل ده هيطلع موديل كويس ولا لا؟ دي حاجه نناقشها على جنب بس انا بتكلم الموديل ده بيطبق ايه؟ تمام؟ هل ده صح ولا غلط؟ يعني في معظم البراكتيكال سولوشنز بيبقى شغال عادي بس في بعض السولوشنز تقول لك لا انت مثلا حط ويت للداتا لو الداتا امبالانسد في كلاس في كتير قوي منه وفي كلاس في قليل جدا منه ماشي لنعتبر مثلا يعني ان بتجيب بتعمل احصائيه على نسبه الستات اللي بتدخن مثلا فمعظم الستات ما بتدخنش فهتلاقي معظم الداتا عندك فين؟ في النيجاتيف كلاس. يستحسن ان الباوندري يبقى مارجن بعيد شويه عن النيجاتيف كلاس بس ان لو في نقطه انا مشاكك فيها مش عارف هي تبع النيجاتيف ولا البوزيتيف المفروض نرجح انها تبع النيجاتيف بس كده تمام. فدي حاجه يعني براكتيكال ملهاش علاقه قوي بالرياضه يعني. طيب
السؤال بقى بيقول لو احنا عندنا نقطتين بس نعرف نطلع منهم الايه الماكسيمم مارجن. فلو انا عندي نقطتين الكونسترين بتاعي هيبقى ايكواليتي كونسترين مش انيكواليتي بقى صح؟ ما عنديش غير نقطتين مثلا نقطه هنا ونقطه هنا فدول السبورت فيكتورز. على السبورت فيكتورز القيمه دي بكام؟ ب1 بالظبط او بنيجاتيف 1 بالظبط صح؟ طيب عندي الايكويشن تمام دي الفا 1 طبعا فانا فكيت السبمشن بس ما عملتش حاجه يعني. بعدين لو جينا فاضلنا بالنسبه لدبليو هنوصل لايه؟ هنوصل ان دبليو طبعا ده كانه دبليو سكويرد تمام بس فا هيبقى دبليو بلس الفا 1 اكس 1 بلس الفا 2 اكس 2 ايكوال 0 تمام نفس النتيجه اللي وصلنا لها في المحاضره يعني. بعدين بارشال ال باي بارشال بي المفروض يوصل لنا نفس الحاجه يعني الفا 1 بلس الفا 2 ايكوال 0 من هنا الفا 1 بيساوي ماينس الفا 2 تمام من هنا بنقول ايه بقى؟ لان هنا انا في الكيس دي ما حددتش الواي لان انتوا فاكرين كان بيبقى في واي مضروبه هنا كده انا هنا ما حددت يعني حددتش الواي بتاعتي فمن هنا بيقول لازم بقى فكره ان لازم ان كلاس منهم يبقى بماينس 1 ليه؟ لان الفا 1 ايكوال الفا 2 ده الكونديشن ده انفاليد في الكونسترين ان الالفا لازم تبقى اكبر من او يساوي 0 صح؟ فعشان الكونسترين ده يبقى فاليد كان لازم في كلاس منهم يبقى بماينس 1 عشان لما يتضرب هنا يبقى في ماينس في النص فيبقى الفا 1 بتساوي الفا 2. تاني الايكويشن الاساسيه كان فيها 1 ماينس واي يعني كان الفا بتتضرب في 1 ماينس واي اي في دبليو ترانسبوز اكس بلس بي صح؟ لما انا فكيت الشكل ده هنا كده ما حطيتش واي مفيش واي صح؟ يعني شلت الواي خالص كان الواي ملهاش لازمه تمام؟ بس المشكله بتظهر لي فين؟ بتظهر لي لما اجي فاضل بالنسبه لبي واساوي بصفر في الشكل ده طلع لي ايه؟ طلع لي ان سبميشن الفا اي واي اي بيساوي صفر. او سبميشن الفا اي اكس سبميشن الفا اي اكس اي دبليو اي بيساوي صفر صح؟ في الشكل بتاعنا ده يعني لما فاضلت بالنسبه لبي تلاقي المنظر ده. مع ان كان المفروض يطلع لي الفا 1 ماينس الفا 2 بتساوي صفر. الماينس دي بقى تيجي منين؟ تيجي من الواي دي. بالظبط. تمام؟ فلما الواي دي تبقى مره ب 1 تتضرب في الشكل ده هيطلع لي الالفا دي معاها اشاره بوستف او اشاره نيجاتيف مش مشكله يعني. ولما الواي دي تبقى بماينس 1 يطلع الالفا معاها اشاره بوستف، فمره هيبقى معاها اشاره بوستف ومره معاها اشاره نيجاتيف. يا جماعه كاني بضرب الالفا يعني الفا ماينس الفا واي اي بي تمام بس الواي اي دي مره ببوزيتيف 1 فيبقى عندك ماينس الفا بي ومره بنيجاتيف 1 تبقى عندك الفا بي لما تفاضل هنا بالنسبه لبي يبقى عندك الفا دي بتساوي ماينس الفا دي بتساوي صفر معايا ولا ايه؟ بالظبط عشان ده الكونديشن بتاع البوزيتيف سبورت فيكتور ده الكونديشن بتاع النيجاتيف سبورت فيكتور بس كده تمام الكونديشن بتاع البوزيتيف سبورت فيكتور تمام ده التو كونديشنز فانا بس انا خدت الماينس دي وديتها هنا وكتبتهم يعني ما عملتش حاجه تمام بس فالماينس دي كانت هتجي لنا لما نعوض بالواي اي
تمام. بس عشان كده لازم واحده منهم تبقى ماينس 1. بس ده عشان ده بروف ابستراكت مش فارق معانا تمام. بس حبيت يعني لما حد جه يحل الحاجات دي مع نفسه فلقى الفا 1 بتساوي ماينس الفا 2 والالفا اصلا المفروض تبقى اكبر من صفر هيتضايق يعني تمام. ما اعتقدش ان كان حد هيتضايق بس مش مشكله. طيب نكمل. طب دلوقتي بقى لو جيت عوضت بالشكل ده جوه ال W اللي انا طلعتها منين؟ من هنا تمام. يعني لو جيت عوضت بالايكويشن دي هنا هيطلع لي ايه بقى؟ هيطلع لي ان W بتساوي الفا 1 اكس 2 ماينس اكس 1 صح كده؟ هنعوض هنا من الفا 1 بتساوي ماينس الفا 2 تمام. بس هيطلع لك ايه؟ يطلع لك ان W بلس او ماينس الفا 2 اكس 1 بلس الفا 2 اكس 2 يساوي صفر. يبقى عندنا W يساوي الفا 2 اكس 1 ماينس اكس 2 تمام. لو احنا عوضنا بالفا 1 هيطلع لنا ايه؟ هيطلع لنا العكس. بس حد عنده مشكلة؟ طيب وبرده ممكن نجيب البي. نجيب البي ازاي بقى؟ الدكتور برده كان قال في المحاضرة ممكن نجيب البي ازاي؟ أول سبورت فيكتور. مش أنا معايا ايكويشن سبورت فيكتور؟ الدكتور قال لو أنا عندي أي نقطة هنا ممكن أعوض فيها إن الكونسترين بصفر، أو يعني مش الكونسترين بقى اللي هو ال W ترانسبوز إكس بلس بي بيساوي صفر. تمام؟ معاك ال W ومعاك ال X تعرف تجيب ال B. تمام؟ أو ممكن تعوض على أي واحدة من السبورت فيكتورز دول. تمام؟ أنت عارف على السبورت فيكتور بالظبط الإيكويشن بتتحقق يا بوستيف 1 يا نيجاتيف 1. تمام؟ فممكن تعوض عند أي واحد منهم يطلع لك إن 2B بتساوي ماينس W X1 بلس X2. تمام؟ عوضنا في الإيكويشن دي أو دي. خلاص؟ بس فده معناه ايه بقى؟ يعني اللي احنا طلعناه ده معناه ايه؟ في سولوشن صح؟ في W وفي B. فما دام في W وفي B يعني في لاين في 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 حاجه بتديني الباوندري اللي انا عايزه. باستعمال 2 بوينتس بس. ده البروف. هل عنده مشكله؟ يعني لو كان في نقطه برضه ورا ما كنتش بالظبط، يعني انا لو كان في نقطه هنا هل فرقت معايا في اي حاجه؟ بس. على السبورت فيكتورز تمام. طيب حد عنده اي سؤال؟ سيسكو هدين النهارده زياده عن اللزوم. هل ده تعب؟ حاولوا تتفرجوا على المحاضره قبل التوتوريال بحيث ان الاسئله تتجمع بدل مش عارفين يعني الفكره ان المشاريع كتير قوي المشاريع دخلت معاك ازاي؟ ربنا معاكم يعني انا 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 فاهم يعني انا مقدر يعني بس لا مشروع التخرج لسه انتوا لسه هتتزنقوا في الترم الثاني الزنقه مش دلوقتي يعني 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 ما تقوليش مشروع التخرج ده متزنق في الاخر لكن ممكن مشاريع المواد بقى بس ماشي ربنا معاكم يعني انا عجلت ال مش بس هحاول احاول اصححه يعني ولا يعني الديدلاين انا مش حاطه يعني الدكتور حاطه من اول السنه فانا كلمت الدكتور اسمي قال لي التزم بالديدلاينز دي فانا التزمت بالديدلاين يعني ما فيش حاجه في ايديا يعني بس غالبا الدكتور يعني عايز يتاكد ان انتوا شغالين يعني في المشروع مش هتسيبوه لحد الاخر يعني تمام بس يعني كان حد سالني انت سال ف اتنين يرفعوا بس يحطوا الفولدر بالاي ديز بتاعتهم هم الاثنين عشان ما صححش مرتين يعني يراوني يعني. طيب consider the following small data set in R square. الراجل مدينا شويه بوينتس وبيقول لنا sketch the resulting decision boundary. طبعا احنا هنحل المساله دي ولا كاننا نعرف حاجه عن الاس بي ام يعني
يعني طيب ف 1 و 2 خلينا مثلا نعمل سكيل 2 دي عادي بالظبط ف 1 2 2 1 2 3 4 5 6 7 8 فمن هنا كده لو انا حبيت ارسم الديسيجن باوندري الديسيجن باوندري هيبقى شكله عامل ازاي بالظبط خط في النص كده يعني تمام طيب what is the numerical value of the margin exactly فهو عايز يعرف الديستنس دي قد ايه او الديستنس دي تمام بس فممكن يجيب الديستنس بسهوله يعني احنا عندنا نقطتين عندنا 3 و 2 ونقطة تانية 5 و 4 يبقى عندنا 2 سكوير بلس 2 سكوير هي 8 هي 2 تمام فده المارجن فالجزء ده عبارة عن روت 2 والجزء ده عبارة عن روت 2 What are the W and B exactly؟ فين ال W وال B بتاعتنا بالظبط؟ تمام اللي هما ال slope وال intercept بتاع الخط ده. ممكن نجيبها ازاي؟ حد عنده معلومة؟ عايز ال W وال B. طيب. بالظبط انا عارف ان دي روت 2 فالمثلث ده عباره عن 1 1 فانا لو مشيت 1 وطلعت 1 النقطه دي على الخط صح بس فالنقطه دي عباره عن ايه 4 و 3 تمام بس بالظبط جبنا 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 بوينت على الخط ده تمام طيب والسلوب بتاع الخط ده عامل ازاي كده بمجرد نظر حتى يعني سالب 45 بالظبط بس ف ده السلوب بتاعه ماينس 1 وعايزين نحسبها ممكن نحسبها طبعا بس يعني الفكره كلها ان البوينتس دي سيمتريك سيمتريك حوالين اللاين تمام بس فالسلوب ده يبقى ماينس 1 ونعرف نجيب الانترسبت بالبوينت اللي عليه تمام الانترسبت هيبقى ماينس 7 اوفر 2 الدبليو بقى قيمتها كام بالظبط الفكره ان احنا عارفين ان الدبليو ان المارجن ده اللي احنا حسبناه ده عباره عن ايه اصلا؟ حد فاكر؟ بالظبط 2 اوفر w سكوير تمام بس فممكن اجيب من هنا ال w غالبا ال w هتطلع لي تقريبا نص ونص يعني فيكتور الطول بتاعه نص ونص هو بيربنديكولار على ال الخط ده تمام بس فال w فدي ال w ودي ال b تمام حد عنده سؤال؟ انا حليتها مع الرسم يعني انا بقول لك المساله كلها احنا ما حليناها ولكن انا اعرف حاجه على الاس جي ام الفكره ليه المسائل برضو حد ممكن عنده سؤال ليه المسائل ليه مثلا ما بنكتبش الدول بروبلم ونحلها مثلا عشان مش هنعرف نحلها بس يعني بكل بساطه يعني مش عارف تحلها لسه طبعا البروبلم يعني فيري تريفيال يعني اللي هو مثلا زي الدكتور حط كده مثلا لاين حط فيه نقطتين خلاص شكرا ساعتها ممكن تحل البروبلم لو زادت بقى عندك ضرب 8 نقط زي دول مع انهم حاجه بسيطه مش هتعرف تحل لانك هيبقى عندك كلاس ده ب 1 وكلاس ده ماينس 1 وهيبقى عندك بقى 2 سبمشنز فعندك 16 كومبينيشن لان عندك السبمشن الاولاني من 0 ل 4 والسبمشن الثاني من 0 ل 4 فيبقى عندك 16 احتمال يعني تمام بس يعني هتكتب كتير يعني ومش توصل فعشان كده ما بنحلهاش دول بروبلم
الفكره الدكتور قال في المحاضره ان لو جاب لكم حاجه على الدور بروبلم هتبقى يعني بسيطه جدا يعني 2 بوينتس زي دول كده مثلا ممكن يغير المسافه اللي ما بينهم ما يبقاش الباوندري في النص يعني مارجن في النص وحتى انت هتعرف ساعتها تتاكد حلك صح ولا غلط بس طيب ما اعتقدش ان في اسئله يعني بس ماشي هنا بيقول في الفيجر ده shows a decision boundary obtained upon running soft margin دلوقتي احنا بنطبق soft margin على ال small data set دي mark the support vectors for each indicates the approximate value of the corresponding slack variable slack variable اللي هو ايه اللي هو الزيتا تمام او تمام فالسلاك فاريو اولا فين السبورت فيكتورز في السوفت مارجن السبورت فيكتورز هل هم النقط بس على اللاين في السوفت مارجن طيب احنا بنحدد السبورت فيكتورز بناء على ايه ده سؤال جوهري يعني لا رياضيا ده جرافيكلي رياضيا اقول ده سبورت فيكتور بناء على ايه لا طيب هو الاجابه ان انا هحدد ان ده سبورت فيكتور لو بيدي قيمه مش زيرو للالفا تمام الايكويشن بتاعتنا احنا كنا كتبنا ان هي عباره عن half w ترانسبوز w بلس الفا في حاجه كده تمام بعدين خدنا الحاجه دي سميناها خدنا الحاجه دي سميناها زيتا وخدنا الالفا دي شلناها كده وحطيناها سي وقلنا ده الايه ده السوفت مارجن صح ده السوفت مارجن ايكويشن اي حاجه بقى تديني قيمه للالفا او يعني السي اللي هنا يعني تمام قيمه مش زيرو ده بنسميه سبورت فيكتور تمام فهنا بقى عدد السبورت فيكتورز يبقى عامل ازاي هو كل اللي على الباوندري اكيد في سبورت فيكتورز يعني البوينت دي تمام اكيد تمام البوينت دي والبوينت دي تمام دول اكيد سبورت فيكتورز بعدين كل البوينت بقى اللي عامله ايرور برضه سبورت فيكتورز ليه عشان بيدوني قيمه للزيتا مش بصفر تمام فده سبورت فيكتور ده سبورت فيكتور وده سبورت فيكتور هل في نقط ثانيه الحمراء بالظبط الحمراء دي سبورت فيكتور تمام طيب فدول بقى سبورت قيم بقى الايرور بتاعتي تبقى عامله ازاي ايه الايرور اصلا الزيتا دي كانت ديفايند از ايه ماكس ما بين 0 و تمام طيب عشان احنا في لما كنا معرفينها الفا بالهارد مارجن مفيش اصلا ما بسمحلكش ان يبقى فيه ان ده ما اتحققش هنا يعني هنا لو ده ما يعني لو ده اتحقق القيمه دي اتحققت فالقيمه دي دايما هتبقى اصغر منها وبتساوي صفر فساعتها الكونديشن بيتحقق صفر لو ما اتحققتش بحط القيمه دي في السوفت مارجن في الهارد مارجن ما ينفعش اصلا تمام طيب بالظبط ما ينفعش اصلا مش شرط تحل اصلا طيب فهنا بقى قيم الزيتا دي هتبقى عامله ازاي على الباوندري بالظبط هتبقى عامله ازاي زيرو خلاص الحمد لله خلصنا في ثلاث نقط خلصنا منها طيب على الخط اللي في النص بالظبط تبقى عامله ازاي الخط اللي في النص نعم بالظبط تمام فعلى الخط اللي في النص بالظبط الجزء ده بيبقى بايه
بصفر تمام، فبيبقى لي 1. طيب هنا بقى النقطه الزرقاء اللي عند اللي هي النقطه دي تمام، النقطه دي هي جوه الفوربيدن ريجن تمام، قريبه من 1. فهل هي هتبقى قيمه ما بين 0 و 1 ولا قيمه ما بين 1 وحاجه اكبر من 1؟ من 0 ل 1 بالظبط. طيب والنقطه الزرقاء الناحيه الثانيه دي هتبقى ما بين 0 و 1 ولا هتبقى ما بين 1 وقيمه اكبر من 1؟ بالظبط، لان هي عدت الباوندري وراحت الناحيه الثانيه كمان. دي هتبقى مثلا 1.2 1.4 1. اي حاجه يعني. طيب القيمه الحمراء دي المفروض برضو تبقى ايه؟ تبقى بالظبط اقل، لكن القيمه اللي هناك البعيده دي المفروض تبقى اكبر يعني. بس ده الاجابه يعني. حد عنده سؤال؟ هو بيقول اديني استيميت للقيم. القيم استيميت يعني قلت 0.8 0.7، مش هيتضايق منك، بس الفكره كلها انك تبقى عارف الرينج اللي تقول الرينج اللي تقيس فيه يعني تمام. بس ماشي. السؤال اللي بعد كده ازاي اقل من صفر يا راجل؟ ده انا بقول لك ماكسيموم ما بين صفر وحاجه يعني. اقل من صفر مش هيبقى نعم؟ بالظبط، هو 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 اصلا القيم اللي هنا دي، القيم اللي هنا دي كلها بتطلع نتيجه اقل من صفر بس. ف ف الزرق اللي فوق دي لو هي مثلا 1.2 في 1 ناقص 1.2 ناقص حاجه. لا انا القيمه دي كلها بتطلع ب 1.2، ما بقولش ان لان عند القيمه عند الخط بالظبط، عند الخط بالظبط القيمه دي بتطلع بصفر، فالقيمه دي كلها تطلع ب 1. انا عديت الخط. فهمت قصدي؟ بس طيب for each machine suppose the factor C in the soft margin SVM problem were increased would you expect the margin to increase or decrease؟ سؤال برضو ايه؟ سؤال انا هانكريز ال C، هانكريز ال C تمام؟ لما انكريز ال C المفروض اللي يحصل؟ بالظبط تمام؟ لان انا عايز اعمل ايه؟ عايز اقلل الترم ده، خلي ده اقل ما يمكن لان مديله ويت كبير اصلا. طيب بس فالمارجن هيقل. انا بقلل الزيتا المارجن بيقل. مش بقلل الزيتا، هي الزيتا ماكسيمم ما بين ده وده صح؟ النقط اللي مش بتفول الكونسترين الزيتا بيبقى ليها قيمه اصلا. فانا لما اقول اضرب الزيتا دي في سي كبيره وانا عايز مينيمايز، انا نفسي الفانكشن كلها تبقى قليله، فيبقى ما قداميش حل، انا الزيتا دي السي دي ثابته خلاص مش عارف اغيرها، فلازم اعمل ايه في الزيتا؟ اقللها. عشان اقللها اعمل ايه بقى؟ ما انا عشان اقلل الزيتا اعمل ايه؟ اقلل النقط اللي بتخلي لي الزيتا ليها قيمه بوزيتيف. اعمل ايه بقى ساعتها؟ اضيق المارجن عشان بوينتس تطلع بره بس. خلاص تمام ماشي. اخر سؤال. Consider building an SVM for the following two class one dimensional training data with two classes indicated by circles and crosses. This linear SVM is parameterized by W transpose X plus B. Write the parameters WB. طيب تعالوا نرسم اول مسألة. حد عايز حاجة هنا؟ مش بيكتب أصلا. في المسألة دي 1 dimension المفروض إن هيبقى عندنا تمام. هنا عايزين نعرف اصلا المارجن هيبقى فين او الباوندري هيبقى فين. حد عنده فكره؟ المسافه دي كلها قد ايه؟
3 بالظبط. فانا المفروض امشي قد ايه بقى بالظبط؟ فالمفروض امشي من هنا 1.5 اللي هو هيبقى عند نص تمام. بس في الباوندري عند نص، يعني الباوندري ده عند نص. هو طالب ايه بقى؟ وات ار ذا بارامترز دبليو بي. طيب فهو عايز يجيب خط، الخط ده احنا متاكدين ان هو بيمر بايه؟ بنص بالظبط. مثلا الخط عامل كده وكمان فين سبورت فيكتورز؟ بالظبط عند الاثنين. لو اعتبرنا ده البوزيتيف كلاس، فعند الاثنين المفروض قيمه اللاين تبقى قد ايه؟ بالظبط. فالنقطه دي المفروض تبقى ب 1، يعني قيمتها هنا المفروض تبقى ب 1. وعند الماينس 1 المفروض تبقى القيمه بقد ايه؟ نيجاتيف 1 بالظبط. تمام؟ حد عنده مشكله؟ خط المايل ده كان ايه؟ ده الباوندري. هو احنا بنرسم بالظبط الاس بي ام، هيرسم خط هنا، هيرسم خط يقطع الداتا دي. الخط ده لازم هيمر بالنقطه دي لانه عند النقطه دي هو بصفر. بعدين الخط ده قيمته عند الـ عند الـ عند السبورت فيكتور الاولاني ب 1، وعند السبورت فيكتور الثاني بماينس 1 بس. فكده معانا الثلاث نقط نعرف نجيب بقى البي والدبليو وكل حاجه تعجبنا يعني. فلو جينا نعوض بالكلام ده يعني هيبقى عندنا واي 1 في دبليو 1 اكس بلس بي بتساوي 1. ده الكونديشن الاولاني عند البوست في سبورت فيكتور. الاكس هنا بكام بقى؟ مش عندنا تو كونديشنز؟ عندنا كونديشن عند البوست في سبورت فيكتور، عندنا كونديشن عند النيجاتيف سبورت فيكتور. الكونديشن اللي عند النيجاتيف سبورت فيكتور المفروض يبقى حاجه زي كده صح؟ تمام. قيمه الاكس بقى هنا كام؟ لو احنا قلنا ده كلاس البوستيف، ده كلاس البوستيف، ده كلاس النيجاتيف، قيمة الاكس هنا بكام؟ قيمة الاكس تحقق الايكواليتي دي بكام؟ بالظبط 2. دي ب 2 تمام؟ فلو عوضنا هنا ب 2 يطلع لنا ايه بقى؟ يطلع لنا مش مشكلة يعني، يطلع لنا ايكويشن. بعدين هنا الاكس هيطلع بكام؟ نيجاتيف 1 بالظبط. لو عوضنا بقى الواي هنا بكام؟ ب 1، والواي هنا نيجاتيف 1 بالظبط. لو عوضنا بقى في المعادلتين دول حليناهم مع بعض طلع لنا دبليو 1 تساوي 2 اوفر 3 بي، او يعني دبليو بتساوي 2 اوفر 3 والبي بتساوي ماينس 1 اوفر 3 تمام. حد عنده اي سؤال؟ ماشي. المسافه دي ما بين انت اولا، انت اول ما تشوف المساله انت عارف خاصة سبورت فيكتور بتوعك صح؟ ده وده. المسافه اللي ما بينهم دي قد ايه؟ ثلاثة. فلازم انا همشي مسافه قد ايه عشان احط الباوندري بتاعي؟ بالظبط. لازم ماكسمايز المارجن. ليه الخط مايل؟ عشان ليه سلوب وبي. مش عملت ماكسمايز ايه المشكله؟ انا بس طب سبورت فيكتور لو ارسم شيله مايل برضه عند الاثنين كده يعني ايه؟ انت لو رسمت خط فيرتيكال، السلوب بتاعه عامل ازاي اصلا؟ طيب يعني هتجيب دبليو انفينيتي؟ مش هينفع صح؟ هو اصلا الايكويشنز اللي كنا قلناها التو ايكويشنز دول الكونسترين بتاعي. يعني هم دول ولا لا؟ احنا كل احنا يا جدعان الموضوع بسيط، مش هنسين الموضوع بسيط. احنا عندنا ايكويشن وحيده بنحاول نعمل لها اوبتمايزيشن، وعندنا سبجكت لكونسترين وحيد تمام. الكونسترين الوحيد ده بيقول ايه؟ بيقول ان انا عندي خطين اللي هم التو سبورت فيكتورز، في خط منهم لازم قيمه الفانكشن دي تبقى ب 1، وخط منهم لازم قيمه الفانكشن دي تبقى ب ماينس 1 تمام. بس عند لما ضربت في واي بقى عندي كونسترين واحد اللي هو 1 ماينس واي اي في دبليو ترانسبوز اكس بلس بي، دايما اكبر من الصفر. ده هو الاثنين دول، يعني الكونسترين ده هو الاثنين دول بالظبط تمام. بس او اصغر، انا اسف ده اصغر من الصفر. طب
تمام. بس فهو احنا جبنا الكونسترين، عرفنا ان الكونسترين ال W وال B حطناهم. دي المفروض 1 عشان احنا حطينا هنا y دي ماينس 1. لو ما حطيناش y يبقى هنا اللي هيبقى ماينس 1. ماشي. بعد كده ماشي، مين السبورت فيكتورز؟ 2 ماينس 1. ليه؟ بالظبط، عشان اقرب نقطتين، يعني كل واحده منهم تعتبر اقرب نقطه للباوندري. Draw the classification function obtained using the linear SVM obtained in A. ده اللي احنا عملناه بالظبط، ده الخط اللي احنا نسميه. نعم؟ ده الخط، بالظبط الخط ده. بس if a set of new points belonging to O class، حطينا points زي ما احنا عايزين في O class بعيد عن السبورت فيكتور، هل هيحصل اي حاجه ولا اي حاجه؟ بس هو بيشدد على هذه النقطه في جميع المسائل، تمام، ان المساله لا تتغير، الباوندري لا يتغير الا لو جينا حطينا نقطه هنا، ساعتها الدنيا هتتقلب، غير كده حط نقط زي ما انت عايز. بس ده كان الشيت.